من ضمن الأسئلة، هل طبيعي يبقى مدرس مرتبه 1000 و1500، وهل عادي الواحد يتعب في التدريس على المرتب ده ولا الرفض أفضل؟ الحقيقة إنه للأسف كتير جدا من المدارس الخاصة بيكون عندها المرتب ده، فده حاجة كومن وشائعة للأسف، ده موجود مش هنقدر نغيرها، أنا مش معايا، ولكن أنا بقول لكم الوضع ماشي إزاي. هل عادي إن الواحد يرفض مرتب زي ده؟ أرفض، ولكن في غيرك هيقبل، في غيرك مستني 1500 يقول لك لا ده أنا بقى يعني، وتقول 1500 يقول لك لا ده في ناس بتقبض 700 و800، فإيه ده، إيه معقول كده؟ وفي ناس تقول لك لا ده في أعلى شوية 3000. أي مكان المدارس دي بتعتمد على فكرة بأنه أنت مش هتاخد مرتب كبير في سبيل بأنك هتدرس دروس خصوصية. فبالبلدي كده أقول لك أنا هديك 1500 وأنت كده كده هتقضيها دروس، فهتعمل لك مرتب حلو، فالدنيا بتمشي. ولكن أي مكان القرار اللي أنت هتتخذه، أهم حاجة لو حضرتك أو حضرتك هترضى بال1000 أو ال1500، إن ده لا يقصر على عملك الصبح، لأن دي أمانة وأنت رضيت بيها، فخلي بالك كويس قوي من هذا الموضوع، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.